واللي ما بيعرف فكوس هذا فكوس هو مبلش معنا المسيري من الاول، واللي ما بيعرف ليش اسمه فكوس لازم تعرفه فكوس مش بده يكون يعني عزيلو. يا اهلا وسهلا فيكم في جديد مع الكسار، لا تنسى زر الجرس اللايك كومنت الاشتراك اند ليتس جو يا بيبي عزيزي يا قائد يا محترم. كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيا كيش وليت رجلة بالحبس تفدلك، اتيتود ما فهميش رابريت ايش من فضلت، بلاك ودي جانك معنا خضر ما فهميش ايت سيجارو بليش من فضلك، بلاك ودي جانك يزيد فضلك ايت سيجارو بليش من فانتاستيك اكسترا اوردينيري that's how we do it baby. ويا كبير يا معلم صفى الاولاد والبنات بس لو تسلك الوضع كله سكلكلك كالعادة يعني يا كبير عرفت علي كيف. المهم رجعنا للراب ميوزك يا كبير، رجعنا للقصص البومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينيري يا كبير، رجعنا للاكشن يا كبير عرفت علي كيف يا كبير. هذا الانستغرام اللي عندي والتيك توك والحركات والفبركات والسكلكلكيات، فوتوا اعملوا لي فولو عشان نصير نحن شعب الكساسره كتير كتار عرفت علي كيف، طج ام السبسكرايب عشان نوصل لل 100,000 سبسكرايبرز عرفت علي كيف. حبكم برشا يا كبير فنرجع له حريقه يا كبير. صدقني كنا تحت طاولة مش فاهم كيما ديما وانا اولى كروز اما المخ متاع عبيد متسولة عرينز اما تعيشوا في في ما تحشمش تسمي في اللي تعمل فيه لحظة شوي خليني استوعب شو عم بيصير يا كبير. لحظة شوي كل مرة بعمل رياكشن على دبل دي بهي دبل دي هني شخصين يعني عرفت علي كيف، سمعلو انا قبل ولكن هذه ما سمعتها خرمان بمين علي شو عم بحكي انا. واللي بيعجبني دايما فيهم لهول الجماعة كوفي الفلسطينية دايما معهم، عبرني الله فلسطين وتونس وكل شيء يعني. يلا عيدا صدقني كنا تحت طاولة مكش فيم كيما ديما وانا اولى كروز اما المخ متاع عبيد متسولة عرينز اما تعيشوا في في ار ما تحشمش تسمي في اللي تعمل فيه اسئلة تيران هوني كان يكيب مانيش من اللي يدعي والام بيها لك يا برو. هذا الانسان سوبر وحش، قال لي ليش بقلك ليش ما لي هول 3 4 برات هون بالاخر الريتم تبعهم رايم مكسور ولكن انت ما بتحس بالهيدا الشيء اللي ترى هوني كان يكيب مش هون لورا شوي بعد عيشوا في في ار في ار ما تحشمش تسمي في اللي تعمل فيه ارت هي اي ار تي مش ار تنتهي بالاخر ولكن يحق للشاعر ما لا يحق لغيره يكبر عرفت علي كيف. اسئل ترى هوني كان يكيب مانيش من اللي يدعي والام بي ها اي مغرور انتي مسرور مازلت مكش فيم واحنا مفسروش with taking shit اجا مفسخوت اللي تعمل فيه عادي وبش مفسخو سما ديك وايت بلاك فلو ينك يانك زو سمكيت سمكيت اي حتى كان حكي علي فيس ديما بليس ديما بركيت بركيك اكوار يوم حد فيه ماي هيترز كيما سمكيت سمكيت ديبك ملفلو عليك يا اخي. هول الجماعة وحوش، انا عندي مشكلة بجماعة النيو سكول عرفت علي كيف، عندي مشكلة بجماعة النيو سكول بالمواضيع اللي بيحكوا عنها وبيروحوا سوبر كوميرشال الجماعة وما في محتوى ما في مغزى من كلامهم. فالفكرة يا كبير انه هول الجماعة عم بيحكوا شي بومباستيك فانتاستيك، عم بيحكوا بموضوع مهم، عم بيحكوا بالعميان بالخرمان بالسقلقلق يعني، ولكن بطريقة في فلوات في قصص جديدة في نيو سكول في الاولد سكول في كل شيء جمعين لك اياهم بطريقه سوبر لذيذه عرفت علي كيف. مجانين هول والله مجانين فوكس سايتي قد ما عطيت ما فكا ديما سمكيت غرقا ونتعلم عم ولا موت غرقا عادي نهار نحرق على من على نن فوك فيم ما حشتيش تعرف انا من يا شيخ شو هيدا شو هالرابر شو هالانسان عطيت ما فكا ديما سمكيت غرقا ونتعلم عم ولا موت غرقا عادي نهار نحرق على من على من فوق فيم ما حشتيش تعرف انا من يا اخي. سكيم رايمز عنده سوبر رهيبه اللي هي سكيم رايمز يعني الرايمات كيف بيركبهم الخريطه تاعت الرايمات سوبر لذيذه يقبرني الله اللي خلقك ها هي رابرات بتنسمع اخي. غرمان غرمان رفيقي شيكي شن غرمان سنيكس دم دم شبابان دي خط وجوه اللي حصلوا فن نعرف شي تاني معايا ربي مولاي اي انت اللي ماكش معايا خليني سلوك وعايق ويني رايت مولاي دير عليكم فيا ولا لا مخرج من ديني اوه اسيلي مم
واي زي مكتب اغنم مفيد ملام قلوب فيضن رفيقي يا عبد ربك وري تشفي حالك استر حالك ربي عالم الغايب اها رفيقي جيب توالك فري عروبي كالم باقي حالم وانت نفحم زايف اها مالا فايب عم بيعطيك اياه بقلب التراك يا شيخ يا برو يا اخي يا حبيب قلبي شو ها شو ها لحظة قديش علي يا فيوز 2.5 مليون والله قليلي صدقني قليلي على هذا العمل الفخم كتصوير كاخراج يا اخي ما بدك اصلا تصوير واخراج لهيك تراك انت عم تسمع شي سوبر لذيذ سوبر محترم سوبر قوي في تكنيكس رايمات في فلوات في حركات في بركات في بومباستيك هون قاعد عم تحضر انت عم تسمع هون اشي اسطوري انت هون مش عم بالغ ولكن يا اخي هذا المزبوط هذا الشيء اللي عم شوفه قدامي انا بحياتي ما عملت رياكشن هيك رجع شوي سمعني فيضن رفيقي يا عبد ربك وري تشفي حالك استر حالك ربي عالم الغايب اها رفيقي جيب توالك فري عروبي كالم باقي حالم وانت نفحم زايف اها لابسين هذا الخمار مسمينه احنا مش الحجاب الخمار نحن مسميه هذا اللي بيغطي كل شيء شو قصده فيه مش عم بفهم انا صراحه يعني بحاول افهم الفكره بس مش عم بفهم برني قلبك شفتوا علم فلسطين هون تسلم يا غالي تسلم القضية نحملها أينما كنا وأي في أي زمان وأي مكان ونورثها لأبناء أبناء أبناء أبنائنا الأرض أراضينا يا كبير لين نموت وما سلم ما نكبش نتكلم انت تفلم عن سري دارت علينا بالنقمة مزرس مكرس مزلز راسي لما تحكي لي على اللغة ما كله مكوازي فيها بزول الراسي فيها كده سربيني فازي عبيلي خاسي تقولوا ملناتي نازي فوق ما علم كله ما تكلم وقت اللي حالة بدل الرجال بزاحة القتال انت ما بقيتهاش ملنا اللي بتيت فيش بتقعد احدى نتفال فيك فالعام نسيتهاش بيت لاك شو سموث سلم ما نكبش نتكلم انت تفلم عن سري دارت علينا بالنقمه زرس مكرس مسلس راسي لما تحكي لي على اللغه ما كله مكوازي فيها زول الراسي في قيدي سربيني فازي عبيلي خاسي تقولوا ملناتي نازيه فوق ما علم كله ما تكلم وقت اللي حالة بدل الرجال بساحه القتال انت ما بقيتهاش ملنا اللي بتيت فيش بتقعد احدى نتفال فيك فالعام نسيتهاش بيت خونا شوف الرجال اش عملت وانت كل تقعد تعاني خاطر فيا طامع نايس مش واحد فينا لمان وطالع عينيك مترانا بيني دمك شمالة نجري في الطريق الظلام الليل معايا نعارك في الطريق باخواتي ما نتعاركوش وصايا شنو هو المسير على خاطر فقير تسمايا لحظة شوي شو هي؟ شو هي؟ فات لك بشي طلع لك بشي عويشك بجو شي بومباستك اخي والله ما لكم وصف انتو جماعة انتو ما بعرف شو بدي اقول عنكم انتو شو هالقوة اللي عليكم يا اخي هادي شابو باو باحتراف يعني ايه شابو باو كل الاحترام شكون انا اللي اعمل عليك الرياكشن اخي اسمع اوف واحد عجبي على فرعين كان اصله ام واحد لا يا وحش واحد غرس بالطين واللي سرح واحد الله والورد لما انقطف يا ربي يا واحد ريحت بيه الوفات واللي تعب واحد اقوى تراك من غير مبالغة بسمع من اول ما بلشت رياكشن لهلا سكيم رايمز كفلوات كفايب كبيت كميلودي ككل شيء اقوى تراك بسمع بالسين التونسي من اول ما بلشت رياكشن لهلا هذا الشيء اللي عم بسمعه انا هذا غرامي هذا التراب اللي بحب اسمعه عن جد اللي بياخذ لك موضوع مهم اللي بيجيب لك فايب اللي بيخلط لك بين النيو سكول والاولد سكول اللي بتشوف فيه احترام اللي بتشوف فيه عظمه قاعد عم تسمع انت يا اخي اسمع لي بس اخر مقطع من هون وبس كهو يعني انت سمعت هذا المقطع هون انت ختمته اسمع واحد عجبي على فرحين كان اصلهم واحد غرس في الطين و...
واللي صرح واحد والوردي لما انقطف يا ربي يا واحد يلا ريحتي بيه ألوفات واللي تعب واحد اخي حتى الكاركتر تاع الرابرز قدام الكاميرا عندك رابر عندك تينك الهيبه تاع التراك فهمت في ناس بعض الرابرات حرام يعني الكاركتر اللي عندهم ما بيساعدهم ما بعرف شابوبا كل الاحترام all respect يعطيكم الصحه يا خي والله يا ريت عمل عليكم رياكشن من زمان انا وين كنت ولا غلطه حتى لو في غلطه في اشياء بتعوض لك بتخلص انت بمخك في اشياء بمبستك قاعده عم بتصير يعني ببليك الراب كتير عم بيظلم رابرز حرام عليكم يا جماعه هيدا المفروض يكون عليا بليونز اوف فيوز شو بدكم تراكات لإلهم كمان تكون هيك حلوه انا مش سامعها سامعوني اياها يا كبير خرمان خرمان رفيقي جيكي جن خرمان بسنيكي دم دم شي ما فهم دي خطي وجوه اللوح سلو فن عارف شي تاني معايا ربي مولاه انتي اللي عايمكش معايا خليني سلوكو عايق ويني رايت مولاي دير عليكم فيا ولا لا مخرج اموت انا يا هيك الراب يا بلا انسى برو من بعد الراب التونسي ما في صراحة يعني انسى يلا السلام عليكم ليلكم زيني لا تنسى لايك كومنت اشتراك and let's go يا بيبي راي اسمع على واحد يستمتع خرمان خرمان كبرنا ما تبدلنيش شوفوا في عبيد تبدلت تفرج دنيا كيش وليت رجلة بالحبس تفدلك اتيتود ما فميش رابيريت هيش من فضلت بلايكو دي جانج ما نقدر ما فميش هيت سيجارو بليش من فضلك بلايكو دي جانج بزيد فضلك هيت سيجارو بليش من فضلك فانتاستيك اكسترا اورديناري that's how we do it baby